السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الاولى في مادة البايو. ايه المحاضرة الاولى وبتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الكربوهيدرات، وهنبدأ ناخد شوية بوينتس كده ومعلومات مهمة جدا جدا عن الكربوهيدرات. اول بوينت معانا بيقولك ان الكربوهيدرات دي بتكون معظمهم بيكون abundant form او شكل وفير او كتير من الorganic matters او المواد العضوية على الارض. يبقى اللي يعرفني هنا ان هما بيكونوا most abundant، يعني كتير منهم فورم بيشكل لي او بيكونوا مواد عضوية organic matters. دي اول حاجة الorganic matters. تاني بوينت معايا بيقول ان هما بيكونوا بولي هيدروكسي الدهيد، ودي برضو مهمة جدا. يبقى يعني نعرف ان هما بيكونوا عديد منهم بيكونوا الدهيدات، وعديد منهم او شويه تاني بيكونوا كيتونات. يبقى الديد وايه وكيتون كمشتقات او الزير ديرفاتيفز اللي هو المشتقات بتاعتهم. يبقى نعرف يا شباب ان هم بيكونوا اول حاجه اورجانيك ماترز، تاني حاجه بيكونوا الديدات وكيتونات والديرفاتيفز او الديرفاتيفز او المشتقات بتاعتهم. تالت بوينت معانا بيقولك ان الكربوهيدرات كونتين ذا اليمنتس او فيها العناصر سي اتش او اللي هو الكربون هيدروجين اكسجين. تمام، مهمه جدا. كل البوينتس اللي انا عماله اكلمك فيها دي مهمه لصح وغلط، كل ده كده مهمه لصح وغلط، اكتب لي كده جنبها ترو اور فولس. طيب بعد كده بيقولك ايه، هما بيكونوا بروديوسد او بعمل لهم انتاج او بيكونوا موجودين باي حاجه اسمها فوتوساينيسيس اللي هو عن طريق اتش 2 او ميه وثاني اكسيد الكربون. برضه نقطة مهمة، لما اقول لك ان الكربوهيدرات بروديوسد باي نوت واقول لك بقى فوتوسينيزيس مش عارفة ايه، فتبقى عارف الايه الاختيارات عشان ده مهم جدا جدا جدا. كل الانيمالز او الحيوانات بتكون ديبندنت اون الكربوهيدرات، بتعتمد على مين؟ على الكربوهيدرات كمصدر وسورس للطاقة. ده ممكن يجيبها لك صح وغلط، ده كده هتكتب لي جنبه ترو اور فولس وهتتاجي في الامتحان وتفتكروني. خلاص، مهم جدا يا شباب. طيب بيقول لك يا شباب عندنا ان الكربوهيدرات بتكون فاوند، بلاقيها فين الكربوهيدرات دي؟ هلاقيها في البلانتس في النباتات، هلاقيها في الانيمالز او الحيوانات. طب في البلانتس فين؟ في البلانتس هلاقيها في الستارش النشا او في السليلوز. طيب في الانيمالز الحيوانات هلاقيها ان ذا فورم اوف الجلايكوجين، فورم اوف الجلايكوجين ان ليفر اند المسل. يعني انا هلاقيها في او بتشكل لي الجلايكوجين في الليفر في الكبد والعضلات. حته برضو مهمه جدا. يبقى في النباتات فين؟ في الستارش والسيلولوز. في الانيمالز فين؟ في الجلايكوجين في الليفر الكبد او المسل العضلات. طيب اهميه الكربوهيدرات اصلا ايه يا شباب؟ عندنا اول حاجه قال لك ذا ميجور سورس اوف الانرجي ان بوث انيمال وبلانتس، يعني هي المصدر الرئيسي للطاقه في كل من النباتات والحيوانات. حته مهمه، تمام. فده طبيعي، ده هي المصدر الرئيسي للانرجي، فطبيعي ده كده اهميه. تاني 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 importance معانا هي بتكون used in synthesis of cell surfaces receptor، يعني انا بستخدمها في تخليق سطح الخلية ايه او مستقبلات ايه الخلوية اللي على الايه على السطح، اللي هي بتكون short chains او سلاسل قصيرة linked to lipids and proteins، مرتبطة باللايبيدات ومين والبروتينات. فل. رقم 3 بيقول لك ان الكربوهيدرات دي يوزد تو فورم ستراكشرال اليمنتس عشان اكون عناصر اي ساتش از مين، زي مثلا الشيتين ان انيمالز في الحيوانات او السيلولوز مثلا في البلانتس، كل ده. خلاص رقم 4 يا شباب عندنا الكربوهيدرات كونسيدرد، بعتبرها بيلدينج بلوكس فور اذر مولكيول. لمين بعتبرها بيلدينج بلوك؟ انا بعمل منها للمركبات الاخرى. طب زي مين؟ عايز مثال، زي مثلا كونفرجن تو فات، بحولها لدهون، امينو اسيدز للنيوكليك اسيدز او احماض امينيه، كل ده. خلاص رقم 5 واخر حاجه كامبورتنس للكربوهيدرات بيقول لك ان هي بتكون في شكل فايبرز الياف. طب وهي لما الكربوهيدرات هتكون في فورم فايبرز او الياف؟ قال لك دي مهمه لانها هتهلب تو لور البلاد جلوكوز، هتساعدني ان انا اقلل مستوى السكر في الدم. خلاص، والكوليسترول كمان، يعني هتساعد ان انا اقلل مستوى السكر ومين والكوليسترول ليفلز اند بريفنت الكونستيبيشن. الفايبرز مهمه جدا عشان هتمنع الامساك. اي واحد عنده كونستيبيشن يقول له خد ايه او كل ايه حاجه فيها فايبرز او الياف. خلاص طيب
تعال اقول لك نجيب الكربوهيدرات المهمه دي منين، السورسز بتاعتها هلاقيها فين. قال لك في البريد، في الخبز، في البينز، الفول، في البوتيتوس، في الميلك، في السوفت درينكس والكورن، الذره بقى واللبن والكلام ده كله. خلاص طيب الكلاسيفيكيشن بتاعت الكربوهيدرات يا شباب، والحته دي جايه في الامتحان ومهمه جدا، اكتب لي كده جنبها جايه ايه بقى. قال لك عندنا مونوساكريد ودايا ساكريد وليجو ساكريد وبولي ساكريد. مونو كلمة مونو معناها واحد، كلمة دايا معناها اتنين، كلمة اوليجو ده عدد يعني يتراوح ما بين التلاتة للعشرة، كلمة بولي معناها عديد يعني اكتر من عشرة بقى وطالع، ملوش عدد كتير، بولي عديد. خلاص مونو يبقى سينجل واحدة، دايا ساكريد يعني بتحتوي على تو شوجر يونتس وحدتين من السكر، اوليجو انا قلت لك العدد هنا بيتراوح من تلاتة لعشرة، والبولي عديد اكتر من عشرة. والسؤال ده جاي في الامتحان مش بهزر بجد، وانتوا يمكن لسه ما جربتونيش، اسالوا زمايلكم بتوع سنه تانية اللي قبليكم، اي حاجه بقولها جايه والله بتروحوا تلاقوها، وبعد الميت انتوا هتبعتوا لي رساله شكر وتقولوا لي يا دكتور كلامك كان صح. طيب تعالوا ندرسهم بقى بالتفصيل كده. بيقول لك ان المونوساكريد يا شباب دول بيكونوا زي السمبلست شوجر، سكريات ايه بسيطه مش معقده، المونو لسه سكريات سمبل لسه سنجل اهي، هي اصلا بتكون بيلدينج ذا بيلدينج يونتس اوف الكربوهيدرات، هي الوحده البنائيه لمين للكربوهيدرات. زير جنرال فورمولا الصيغه بتاعتها بتكون سي ان اتش 2 ان واو ان. خلاص على حسب بقى مثلا كتبت سي 12 يبقى الاتش 24 يبقى الايه الاو 12. خلاص كده دي الصيغه العامه برضه عشان تبقى عارفها مهمه جدا. تعال اقول لك يا دكتور الكلاسيفيكيشن بتاعت المونوساكريد ده، هو كمان المونوساكريد ليها كلاسيفيكيشن وتصنيف طبعا. انا بقسمها طبقا للاكتف جروب بتاعها ازاي، الالدوزس وكيتوزس، وركز معايا عشان ما تتوهش لان البايو بطبيعتها صعبه، بس معايا انا هخليها لك تحفه بامانه. الالدوزس هتحتوي على الدهيد جروب، والكيتوزس كيتون جروب، تمام، طبقا للنمبر بتاع الكربون اتومز بقى لعدد ذرات الكربون. عندنا المونوساكريد لو كان فيها 3 كربون فتسمها ترايوز، لو كان فيها 4 كربون فتبقى تتروز، لو 5 تبقى بنتوز، لو 6 تبقى هيكسوز، لو 7 تبقى هيبتوز. خلاص وطبعا انتوا من تالتة ثانوي عارفين الجزء ده. خلاص يبقى كلمة تراي معناها تلاتة، تمام، بعد كده تبدأ تعد، اربعة يبقى تترو، فايف يبقى بنتو، خمسة يبقى هيكسو، سبعة يبقى هيبتو، وهكذا. طيب بعد كده طبقا للنمبر بتاع الكربون اتوم اند الاكتف جروب بيبقى ده الشكل بتاعها يا دكاترة، اهو ده الجليسرالدهايد، شايفين الشكل بيبقى مرسوم ازاي الدوزس. طب لو كيتوزس في الايه هنا اهو في الداي هيدروكستون عندنا شكله هيبقى كده في الكيتوزس، طبعا ده شكل الايه التتروز اربعة، شكل البنتوز الخمسة، الهكسوز الستة، والهبتوز الايه السبعة. خلاص جابوا لك بقى الدوزس ايه وكالكيتوزس ايه، ولازم تبقى عارف الايه يعني مش هرخم عليك، انا مش عايزة ان الشكل حاجة، انا كل اللي عايزاك تعرفه الاسم الجليسرالدهايد ده بيكون ايه، لا ربما يحب يرخم فيقول لك الجليسرالدهايد ده بيكون تتروز، لا الجليسرالدهايد تريوز. طيب يقول لك مثلا الاريثروز ده بيكون ايه، بيكون مثلا بنتوز، لا هو ايه هو اربعة كربون، اربعة اتوم من الكربون بس، وهكذا بقى. الهيبتوز خلاص هو هيبتوزس يبقى فيها هيبتوز حتى من اسمها. تعرف اهم حاجه عندك في الهيكسوزس تعرف ان الجلوكوز والجلاكتوز والمانوز مهمين جدا جدا جدا، دول بيكونوا يا شباب هيكسوزس وهيكسوزس ايه بقى الدوزس خلاص كنوع، تمام. تعرف ان بس هما دول اهم حاجه انا عايزاك ايه تعرفهم. الفركتوز مهم جدا 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 في غايه الاهميه يا دكاتره. طيب عندنا بعد كده بيقول لك ان بي، خلي بالك بقى انت عندك الهيكسوزس بتكون ار ذا موست كومن فورمز للمونوساكريد، هي اشهر انواع الايه المونوساكريد دي الهيكسوزس. التريوزس بتكون ذا سمولست فورم للمونوساكريد، اصغر جزء او اصغر شكل للمونوساكريد هي التريوزس لان هي ثلاثة، هو في اصغر من كده ايه، انا هبدأ بايه اكتر من ان انا ببدأ بثلاثة سمبلست اهو. خلاص طيب رقم 3 بيقول لك ان الاكتف جروب از كولد انوميريك كاربون، يبقى الاكتف جروب بسميه انوميريك كاربون، تمام. طيب بتبقى سي 1 طبعا في الالدوزس وطبعا سي 2 في الكيتوزس، برضو دي حته مهمه جدا، لو ربما يعكسها لك ويقول لك ان هي سي 2 في الالدوزس وسي 1 في الكيتوزس قول له غلط عشان ده برضو حته ترو اور فولس، لان بي ده جاي في الامتحان، انا بلغتك اهو جاي في الامتحان. عندنا بعد كده بيقول لك ايه
ان البيولوجيكال امبورتنس او اهميه البيولوجيه للمونوساكريد، عندنا اول حاجه الريبوز وده بيكون ار ان اي، والديكسوريبوز ده دي ان اي، مهم جدا جدا جدا. الجلوكوز ده الشوجر وفي البلد سكر، السكر الدم، الفركتوز السكر اللي في السمن خلاص. طيب الجلاكتوز، الجلاكتوز ده فورمد ان سامري ان سوري الميموري، بيكون بيشكل فيه الميموري جلاند او الغدد الثدييه عشان اعمل منه اللاكتوز او الميلك شوجر. مهمه جدا 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 الحته بتاع الجلوكوز دي، هلاقيه فين يا دكتور؟ في الميموري جلاند، في الغدد الثدييه، عشان ايه؟ عشان نعمل منه اللاكتوز. اللاكتوز ده هو ايه؟ هو الميلك شوجر خلاص. سكر اللبن، المانوز، المانوز ده انتر ذا ستراكتشر، بيدخل في التركيبه بتاعه مين؟ الجلايكو بروتينز، بيدخل في التركيبه بتاعه الجلايكو ايه؟ بروتينز. الاينو ستول ده اللي هو الشوجر الكحول، وده طبعا بيكون الايه؟ المصل شوجر او السكر الايه؟ في العضلات.